أكد مدير أمن الوادي الجديد اللواء عصام بدير أن المديرية تكثف أعمال الرقابة بشتى أنواعها على كافة مداخل ومخارج المحافظة من خلال تنفيذ حملات ليلية على الطرق الداخلية والخارجية يتم بشكل دوري بهدف ضبط إيقاع العمل الأمني. هذا وأكد اللواء بدير أن أعمال التفتيش على المركبات تهدف لتحقيق الانضباط والكشف على كل من يخالف القانون.